بداية الدور عندي 3 مربع مقفول، بعد كده عندي 13 مربع مفتوح. ال13 مربع مفتوح في تحتهم من الدور اللي قبله في 9 مربع مفتوح و2 مربع مقفول و2 مربع مفتوح. بالشكل ده. بعد كده عندي 4 مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مفتوح و3 مربع مقفول. ده كده 5 بعد 4 مربع مقفول عندي 3 مربع مفتوح، ده الأول الثاني الثالث. بعد كده عندي مربع واحد مفتوح بعد مربع واحد مفتوح عندي 4 مربع واحد مقفول عندي بعد كده 4 مربع مفتوح. دي 1 2 3 4. بعد 4 مربع مفتوح عندي 8 مربع مقفول. ال8 مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي فات 3 مربع مقفول 3 مربع مفتوح و2 مربع مقفول. بعد 8 مربع مقفول عندي 2 مربع مفتوح، ده الأول وده الثاني. بعد كده مربع واحد مقفول وده تحتي مربع مقفول برضو من الدور اللي فات. بعد كده 2 مربع مفتوح
بعد كده مربع واحد مقفول، مربع واحد مفتوح، مربع واحد مقفول، مربع واحد مفتوح، مربع واحد مقفول. وبعد كده سبعة مربع مفتوح منتصف السطر بتاعي، هشتغل السبعة مربع مفتوح وارجع اشتغل مراية وهكمل السطر مراية وارجع لكم. لبداية الدور عندي تلاتة مربع مقفول، بعد كده عندي اتناشر مربع مفتوح، بعد 12 مربع مفتوح عندي 5 مربع مقفول، ده الأول، الخمسة مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي فات في مربع واحد مفتوح، وأربعة مربع مقفول. بعد كده عندي 10 مربع مفتوح، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر. عشرة مربع مفتوح، بعد كده خمسة مربع مقفول، بالشكل ده. بعد كده عندي اتنين مربع مفتوح،
واحد اتنين، بعد كده اتنين مربع مقفول ده الاول، ده التاني، بعد كده مربع واحد مفتوح، بعد كده اتنين مربع مقفول بعد كده مربع واحد مفتوح مربع واحد مقفول مربع واحد مفتوح مربع واحد مقفول بعد كده عندي سبعة مربع مفتوح منتصف السطر بتاعي، وبعده أرجع أشتغل مراية بنفس الطريقة زي الأدوار اللي فاتت، كده السبع مربع مفتوح، هشتغل مراية لنهاية السطر وارجع لك. في بداية الدور الجديد بدأت بثلاثة مربع مقفول، وبعد كده عندي 12 مربع مفتوح زي الدور اللي فات، بعد كده عندي أربعة مربع مقفول كان عندي في الدور اللي فات، في تحتهم خمسة مربع مقفول، فهشتغل على أربعة بس وهخلي آخر واحد مش هشتغل فيه. بالشكل ده بعد كده عندي اتنين مربع مفتوح ده الاول وده التاني، بعد كده عندي اتنين مربع مقفول واحد ده التاني، بعد كده عندي تلاتة مربع مفتوح ده الأول التاني ثلاثة مربع مفتوح، بعد كده اتنين مربع مقفول ده الأول وده التاني، بعد كده عندي تسعة مربع مفتوح واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة
7 8 9 9 مربع مفتوح. بعد كده عندي 2 مربع مقفول والاتنين مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي فات 2 مربع مفتوح. بعد كده مربع واحد مفتوح. بعد كده 4 مربع مقفول. ده كده التاني وده التالت وده الرابع. بعد كده مربع واحد مفتوح. بعده مربع واحد مقفول. وبعد كده السبع مربع مفتوح بتوعي منتصف السطر ده التاني. تالت رابع الخامس السادس والسابع وارجع اشتغل مراية لكل اللي اشتغلته من بداية السطر وارجع. بدأت الدور الجديد 3 مربع مقفول. بعد كده عندي 9 مربع مفتوح. 1 2 3 5 6 7 8 9. بعد كده 2 مربع مقفول. 1 ده كده المربع الأول وده المربع الثاني. بعد كده عندي مربع واحد مفتوح. 4 مربع مقفول. 4 مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي فات 4 مربع مقفول. فهمشي على مجموع الأعمدة اللي عندي. بعد كده عندي مربع واحد مفتوح. 2 مربع مقفول. ده الأول. وده التاني.
بعد كده 5 مربع مفتوح، 1 2 3 4 5. بعد كده 2 مربع مقفول، 2 مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مقفول ومربع واحد مفتوح. بعد كده 7 مربع مفتوح، 7. بعد كده 2 مربع مقفول، 1 2. بعد كده 3 مربع مفتوح، 3 مربع مفتوح، 2 3 2 مربع مقفول، 2 مربع مفتوح، ده الأول ده الثاني. بعد كده مربع واحد مقفول، بعد كده 7 مربع مفتوح منتصف السطر، وبعد كده مراية لنهاية الدور. بالشكل ده هكمل كده وارجع لكم. في بداية الدور 3 مربع مقفول، بعد كده عندي 8 مربع مفتوح، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده عندي 8 مربع مقفول، 8 مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي قبله
مربع واحد مفتوح اتنين مربع مقفول مربع واحد مفتوح واربعة مربع مقفول دول كده التمانية مربع مقفول. بعد كده عندي مربع واحد مفتوح بعد كده تلاتة مربع مقفول والتلاتة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله في اتنين مربع مقفول ومربع واحد مفتوح. بعد كده عندي أربعة مربع مفتوح واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد كده اتنين مربع مقفول بعد اتنين مربع مقفول عندي سبعة مربع مفتوح واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بعد كده اتنين مربع مقفول بعد اتنين مربع مقفول عندي سبعة مربع مفتوح واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بعد كده عندي مربع واحد مقفول بعد كده عندي سبعة مربع مفتوح منتصف السطر بتاعي وبعد السبعة مربع مفتوح هرجع اشتغل مراية لنهاية
السطر بتاعي وارجع لكم. في بداية الدور 3 مربع مقفول، بعد كده عندي 8 مربع مفتوح، 1 2 3 5 6 7 8. بعد كده عندي 5 مربع مقفول، واحد اتنين تلاتة اربعة، وده المربع الخامس. بعد كده عندي 4 مربع مفتوح، ده الاول، الثاني، الثالث، الرابع. 4 مربع مفتوح، بعد كده 4 مربع مقفول. الاربع مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي فات او الدور اللي قبله في 3 مربع مقفول ومربع واحد مفتوح. كده المربع الرابع، بعد كده عندي 2 مربع مفتوح، 1 2، بعد كده 3 مربع مقفول، 3 مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مفتوح و2 مربع مقفول بالشكل ده. ده كده اخر مربع. بعد 3 مربع مقفول عندي 3 مربع مفتوح، ده الاول، الثاني، وده الثالث، بعد كده مربع واحد مقفول، اتنين مربع مفتوح، ده الاول والثاني، بعد 2 مربع مفتوح عندي 3 مربع مقفول، والتلاتة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مفتوح و2 مربع مقفول
بعد 3 مربع مقفول عندي 6 مربع مفتوح، 1 2 3 ده الرابع وكده ده الخامس وكده السادس، وبعد 6 مربع مفتوح عندي 2 مربع مقفول. الاتنين مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله في مربع واحد مفتوح ومربع واحد مقفول. بعد الاتنين مربع مقفول عندي 7 مربع مفتوح منتصف السطر بتاعي، وبعد 7 مربع مفتوح برجع اشتغل مراية لنهاية السطر. بالشكل ده هكمل مراية وارجع لكم. لبداية الدور 3 مربع مقفول، بعد كده 7 مربع مفتوح، 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده 5 مربع مقفول، 5 مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي فات 1 مربع مفتوح و4 مربع مقفول. بالشكل ده بعد كده عندي 5 مربع مفتوح، 1 2 3 4 5. بعد كده 4 مربع مقفول، والأربع مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله 4 مربع مقفول، 1 مفتوح، 4 مربع مقفول، والأربع مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله 1 مفتوح و3 مربع مقفول. ده كده آخر مربع مقفول.
بعد كده 2 مربع مفتوح، 1 2، بعد كده 2 مربع مقفول، 1 مفتوح، بعد كده 3 مربع مقفول، والتلاتة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مفتوح واتنين مربع مقفول، بعد كده عندي 2 مربع مفتوح، 1 2، بعد كده مربع واحد مقفول، بعد كده 3 مربع مفتوح، 1 2 3، بعد كده 3 مربع مقفول، والتلاتة مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مفتوح واتنين مربع مقفول. بعد كده عندي 7 مربع مفتوح منتصف السطر بتاعي، 7 مربع مفتوح هرجع اشتغل مراية لنهاية السطر. وارجع لكم في بداية الدور 3 مربع مقفول، بعد كده عندي 7 مربع مفتوح، 7، بعد كده عندي 4 مربع مقفول، 7 بالشكل ده. بعد كده عندي 4 مربع مفتوح، 1 2 3،
أربعة مربع مفتوح، بعد كده مربع واحد مقفول، بعده مربع واحد مفتوح، بعده ثلاثة مربع مقفول. بعد تلاتة مربع مقفول عندي اتنين مربع مفتوح، ده الأول، وده التاني. بعد كده تلاتة مربع مقفول، بعد تلاتة مربع مقفول عندي تلاتة مربع مفتوح، واحد اتنين تلاتة. بعد كده عندي خمسة مربع مقفول، الخمسة مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي فات في اتنين مربع مقفول، مربع واحد مفتوح، اتنين مربع مقفول. بعد كده عندي اتنين مربع مفتوح، ده الأول، ده التاني. بعد كده اتنين مربع مقفول، ده الأول، وده كده التاني. بعد كده اتنين مربع مفتوح، ده الأول، وده التاني. بعد كده عندي أربعة مربع مقفول، والأربعة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله مربع واحد مفتوح وتلاتة مربع مقفول. بعد أربعة مربع مقفول عندي سبعة مربع مفتوح، اللي هما منتصف السطر، وبعدهم أرجع أشتغل مراية
لنهاية السطر بتاعي. هكمل كده وارجع لكم. في بداية الدور عندي 3 مربع مقفول و 6 مربع مفتوح. ده الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. بعد 6 مربع مفتوح عندي 4 مربع مقفول والأربعة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي فات. مربع واحد مفتوح وثلاثة مربع مقفول، يعني بفوت بس آخر مربع مقفول مش بشتغل فيه بالشكل ده. بعد كده 3 مربع مفتوح، ده الأول، 2، 3. بعد كده 4 مربع مقفول، 1، 2، ده كده التالت، وده الرابع. الأربعة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله. اتنين مربع مفتوح، مربع واحد مقفول، مربع مفتوح. بعد كده عندي مربع واحد مفتوح، مربع واحد مقفول، مربع واحد مفتوح، مربع واحد مقفول، مربع واحد مفتوح، واحد مفتوح، واحد مقفول، واحد مفتوح، واحد مقفول، واحد مفتوح. بعد كده 2 مربع مقفول، كده 2 مربع مقفول. بعد كده عندي 2 مربع مفتوح، ده الأول وده الثاني، بعد كده 6 مربع مقفول، ده المربع الأول، وده المربع الثاني، كده الثالث. الستة مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله 2 مربع مفتوح و4 مربع مقفول.
هفوت آخر مربع في مجموعة الأعمدة اللي تحت، لأن هشتغل على 4 عمود منهم بس مش الـ5. بعد كده عندي 2 مربع مفتوح، 1 2، بعد كده 3 مربع مقفول، والـ3 مربع مقفول تحتهم من الدور اللي قبله في مربع واحد مفتوح و2 مربع مقفول. بعد كده 3 مربع مفتوح، ده التاني، ده التالت، بعد كده 3 مربع مقفول اللي هما باقي مجموعة الأعمدة. بعد كده 7 مربع مفتوح منتصف السطر بتاعي، وبعدها ارجع اشتغل مراية لنهاية السطر. ده كده الـ7 مربع فاضي، واكمل مراية وارجع له. في بداية الدور 3 مربع مقفول، بعد كده عندي 4 مربع مفتوح، واحد، 2، ثلاثة، أربعة. بعد كده عندي 5 مربع مقفول، الـ5 مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي قبله 2 مربع مفتوح و3 مربع مقفول. بعد 5 مربع مقفول عندي 3 مربع مفتوح، واحد، 2، 3. بعد كده عندي 6 مربع مقفول، الـ6 مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي قبله 1 مربع مفتوح و4 مربع مقفول و1 مربع مفتوح. ده كده الـ5 وده الـ6. بعد 6 مربع مقفول عندي 1 مربع مفتوح
وبعده عندي 3 مربع مقفول و3 مربع مقفول في تحتهم من الدور اللي قبله، في تحتهم مربع واحد مفتوح، مربع واحد مقفول، مربع واحد مفتوح، واحد مقفول، واحد مقفول، واحد مفتوح. بعد كده عندي 3 مربع مفتوح، ده الأول، الثاني، الثالث. بعد كده عندي 3 مربع مقفول، ده الأول، ده كده التالت. بعد 3 مربع مقفول عندي 3 مربع مفتوح، واحد ده الأول، الثاني، التالت. بعد كده عندي مربع واحد مقفول، بعد المربع المقفول عندي 2 مربع مفتوح، واحد، 2، ده التاني. بعد كده عندي 2 مربع مقفول، ده الأول، وده ده التاني. بعد 2 مربع مقفول عندي مربع واحد مفتوح، بعد كده 2 مربع مقفول، والاتنين مربع مقفول دول في تحتهم من الدور اللي فات 2 مربع مفتوح، ده كده المربع التاني. بعد 2 مربع مقفول عندي 2 مربع مفتوح، ده الأول، و ده التاني. بعد كده 2 مربع مقفول، الاتنين مربع مقفول دول هما اللي قبل ال 7 مربع مفتوح للمنتصف السطر. بعد كده 7 مربع مفتوح، ده الأول، وده التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، وده السابع. هكمل مراية لنهاية السطر وأرجع لكم.